السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وفيديو مهم جدا خاص ببعض التفاصيل الداخلية لنادي الزمالك وحاجات مهمة جاية إن شاء الله بإذن الله وهنتفرج عليها وهنسمعها والناس كلها هتسمع عنها الفترة الجاية. قبل ما اتكلم في الانتخابات وقبل ما اتكلم فيه واقول لكم انها محسومه بنسبه 70% وان الانتخابات اللي جايه موضوع يعني في بعض الاماكن او في بعض المقاعد عليها شغل كتير جدا وفي مقاعد تاني بعتبرها محسومه. حابب اتكلم في موضوع مهم جدا بيهم كل زملكاوي وبيهم الناس اللي هي فعلا نفسها يبقى في تطور فرقه الكره للفتره الجايه. اشرف بن شرقي، موضوع اشرف بن شرقي والمعلومه اللي وصلتني ان اشرف بن شرقي هيمضي في نادي الريان القطري لمده 6 شهور بس. طيب ليه اشرف بن شرقي وبقول اللي هيمضي لست شهور؟ يبقى في يناير اشرف بن شرقي حق له ان هو هيبقى فري وهيبقى الامور بالنسبه له محسومه ان هو ممكن يتنقل لاي نادي هو عايزه. طب ليه نادي الزمالك ما يفكرش؟ مع ان المعلومه عندي ان مجلس اداره نادي الزمالك اللي ممكن ينجح ممكن يفكر في اشرف بن شرقي بشكل كبير جدا في الفتره اللي جايه وان اشرف بن شرقي يبقى لعيب موجود واشرف بن شرقي لعيب في منتهى 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 الاهميه بالنسبه لجمهور الزمالك. لو انت عايز تعمل صفقه او صفقه قويه اعلاميه وصفقه تعمل لك الفارق وكلنا عارفين ان اشرف بن شرقي من اللعيبه المهمه جدا اللي عملت شغل كبير جدا جدا. بعض الناس هتقول لك اصل اوضه اللبس هتبوظ واشرف بن شرقي مبلغه كبير واشرف بن شرقي مبلغه صغير. طب ما انت عندك الخصم بتاعك مشتري 2 لعيبه بس ب6 مليون دولار، امام عاشور وموديست لعيب النادي الاهلي الفيرويد الفرنسي اللي كلف نادي الاهلي الصفقتين بتوع امام عاشور وموديتس ده مكلفين النادي الاهلي حوالي 6 مليون دولار. 6 مليون دولار. فمحدش يقول لي بقى اوضه اللبس ومش اوضه اللبس، لان كل لعيب في اوضه اللبس او كل لعيب في نادي بيقيم حسب مستواه، فمالكش دعوه بموضوع اوضه اللبس. محدش كلمني في الموضوع ده وان اوضه اللبس في كل الانديه، في كل الانديه بتختلف الارقام من فوق لتحت بالنسبه لكل لعيب حسب امكانيات اللعيب نفسه، فالحته دي نقفلها وما نتكلمش فيها. نجيب بقى لعيب زي زيزو فتوح مثلا ويبقوا نجوم الفرقه، ندور على النوعيه دي، مفيش مشكله، انما صفقه اشرف بن شرقي هي صفقه في منتهى الاهميه، ونحاول ان احنا ندعم بناس لسه هتبتدي وتبقى بروميسنج بشكل كويس جدا، ان بيبقى تعمل توازن، ما بتدفعش فلوس كتير جدا في نفس الوقت في الارقام اللي انت بتدفعها، وفي نفس الوقت تحاول ان انت توازن ما بين الارقام العاليه قوي والارقام الصغيره اللي بيه انت بتبني فرقه كامله لنادي الزمالك لمده 2-3 سنين جايين تقدر تنافس فيهم سواء على بطوله افريقيا او على الدوري العام او على البطولات المحليه اللي انت المفروض تسعى ان انت تحصل عليها. بالنسبه انا بتكلم على مجلس جديد جاي وبتكلم كمان على امور خاصه بلعيبه المفروض تعمل لك الفارق ولعيبه تيجي تكسر لك الدنيا ما بين ان انت تعرف تجيب لعيب ليه وزنه وليه اسمه وليه مكانته بالنسبه للجمهور وبالنسبه ويعمل لك قلق في اي فرقه بتلعبها، لان اشرف بن شرقي مستواه كبير جدا. نعرف بقى نجيب نوعيه زيزو ونعرف نجيب نوعيه فتوح والكلام ده، خد بالكم انا ما بتكلمش عن نفسي كطارق السادة، بتكلم على مجلس اداره نادي الزمالك والناس اللي هتنجح في الفتره اللي جايه والناس اللي هي هيبقى ليها دور في الكوره ايا من يكون هينجح في الفتره القادمه. بمناسبه زيزو الحمد لله رب العالمين بنسبه كبيره وصلوا من نادي الزمالك نص قيمه المبلغ اللي ليه. دي معلومه محدش يعرفها في مصر. الكلام ده حصل من مجلس اداره او اللجنه المعينه اللي موجوده دلوقتي انها دفعت لزيزو 50% من قيمه الفلوس اللي كلنا عارفين ان زيزو ليه كام فاوريدي اتحطت في حسابه الفلوس دي. انما ربنا يسهل ويستر ان زيزو كان بيطالب بالمبلغ كامل على بعضه، فهل هيحصل مشكله في الفتره الجايه؟ اتمنى ما يحصلش وان شاء الله باذن الله كل الامور الصعبه وكل المشاكل دي هتتحل في الفتره اللي جايه. نيجي للانتخابات، وانا ليه قلت ان الانتخابات محسومه بنسبه 70%؟
ليه 70%؟ لاني خلينا نتفق وانا مش وانا على فكره مش هنا بسوق لحد، انا عمري في حياتي ما هتحسب على حد، انا محسوب على نادي الزمالك بس. الكلام ده لازم الناس تبقى فاهماه، واللي هيتكلم فيه واللي هيطلع يقول لك اصل طارق قال اصل طارق قعد، قولوا زي ما انتوا عايزين، انا مش فارق بالنسبه لي. بس انا الحمد لله رب العالمين ما بتحسبش على حد، انا محسوب على نادي الزمالك بس. بس خلينا نتفق ان منصب رئيس النادي بنسبه كبيره محسوب، بنسبه كبيره، على الرغم ان في اسم كبير زي الكابتن فاروق جعفر نازل، في اسم زي الكابتن حسين، انما الاقرب للموضوع وواضحه من الـ من الـ من الـ من وضع الجمعيه العموميه ان الكابتن حسين لبيب هو الاقرب، هو الاقرب للفوز بمقعد الرئيس. طيب منصب النائب اكيد عليه منافسه جامده جدا 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 بين الاستاذ هاني العتال وبين الكابتن هشام نصر، مع ان انا بعشق الاثنين وبحبهم الاثنين، زملكاويه جدا، الاثنين بيحبوا النادي جدا، بس هتبقى فعلا انتخابات حقيقيه على المقعد ده بشكل كبير جدا جدا جدا. لكن فرص قائمه الكابتن حسين بتعزز فرص الاستاذ هشام نصر مع وجود فرص لهاني العتال لعلاقته الجيده بالجمعيه العموميه، فالموضوع متوازن شويه. باقي المناصب قائمة الكابتن حسين لبيب ممكن تكسب بسهولة فيها برضه بنسبة 70%، وإن ما كانش 90%. الأهم إننا الأهم والمهم إن إحنا نستنى في الفترة اللي جاية وضع أو الشغل على الأرض عامل إزاي، لأن خلينا نتفق إن الناس دي كلها كانت بعيدة عن الجمعية العمومية في فترة المستشار مرتضى منصور ومجلسه، كان الناس كلها بعيدة عن الجمعية العمومية. دلوقتي وضع الجمعية العمومية هيبتدي يشوف الناس على الأرض وضعهم إيه، مين اللي قريب من الناس، مين اللي بينزل يشتغل، مين اللي بيتحرك على الناس، مين اللي بيحاول يحل مشاكل النادي في الفترة اللي جاية. لان خدوا بالكم نادي الزمالك عنده مشاكل كتير قوي 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 في كل الالعاب، يد وطايرة وباسكت وكرة قدم وكل الالعاب فيها مشاكل وعليها مديونيات. مين اللي هيعرف يحل جزء كبير جدا من المشاكل دي؟ والجمعية العمومية هيبقى ليه دور مع الجمعية العمومية بشكل كبير جدا، ان هو يقدر يظهر قدام الناس بان هو ليه صاحب يد كبيرة جدا في حل المشاكل اللي موجودة. فهنا هنستنى ونشوف الوضع ايه في الفترة الجاية بالنسبة لكل الناس اللي نزلت انتخابات، لان كمان خدوا بالكم لسه لحد دلوقتي القوائم بتاعه الانتخابات اللي نازله انتخابات لسه ما خلصتش. ممكن حد يستبعد في اي وقت، ممكن اي حد يبقى من بره الانتخابات لسه لحد دلوقتي القوائم، لان هيبقى في طعون مقدمه على بعض الاسماء. خلينا نشوف بعد الطعون واخر اسماء هتظهر في الورقه الانتخابيه بتاعت الانتخابات والقوائم النهائيه اللي هتتحط في الانتخابات، وبعد كده نقدر بقى نتكلم نقول ده كويس ده مش كويس. انا عن نفسي هعلم من بدري انا مع مين او هقف مع مين، والاسماء كلها اللي انا هقف معاها، لان خدوا بالكم الانتخابات الجايه لا تقبل القسم على اتنين. اي حد هيجي جاي واقف على جمره من النار، الموضوع مش سهل، الموضوع صعب جدا، والله يكون في عونهم وفي نفس الوقت مطالب منهم الكتير جدا جدا في الفتره اللي جايه. فخلينا نتفق ان احنا داخلين على مرحله الحساب بالنسبه لاي حد هينجح. فالموضوع انت الناس فاكره ان هم داخلين نزهه، لا مش نزهه، الموضوع صعب جدا. اتمنى الخير ان شاء الله باذن الله لنادي الزمالك، والخير لكل الالعاب في نادي الزمالك. من هنا الفيديو بتاعنا بيخلص، كل التحيه ليكم وكل الشكر ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.